السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون من سلسله ديال لي جيفويز اولا الاختبارات اللي كديرهم من ديال كي دوت ايو اللي كيتم فيها توزيع مبالغ ماليه ولو كتكون بسيطه مي كتفرق على الناس اللي كيشاركوا. هذا الاختبار هذا غادي يكون 50 رابح، وكل رابح غادي ياخذ 10 دولار. اللي عليه هو انه دير فولو المنصه ديال كي دوت ايو في تويتر، دير لايك اي تولي دير الريتويت لهذا البوست هذا، اي دخل تجاوب على السؤال. السؤال هو انك خاصك تعطي واحد التخمين على الار او اي ديال هذا التوكن هذه اللي هي ايرث فاوند، وغادي يتم التوزيع ديال 500 دولار. كما قلت قبيله غادي يتم التوزيع ديال 500 دولار على 50 رابح اللي هي 10 دولار للواحد. هنايا عطينا هنا عطينا كيفاش كيتحسب الار او اي، هكا باش يمكن لك تجاوب بكل سهوله. اللي هي الار او اي كيساوي الاعلى ثمن ديال العمله من بعد الطرح ديالها في 24 ساعه ناقص الاوبن برايس اللي هي ثمن ديال الفتح مقسوم على الاوبن برايس اللي هو ثمن ديال الفتح مضروبه في 100%. هكا كيتم الحساب ديال الار او اي. اللي عليكم هو انكم ديروا هاد لي زيتاب هادو، يعني دير فولو والجيت ايو من هنايا، دير الريتويت، جاوب على السؤال، تشارك هاد لاكتيفيتي مع صحابك، اي دخل التليجرام ديال جيت ايو اكتيفيتي جيف اواي، وهكا غادي يصيفطوا لك ايميل بانك دخلتي للسحب ديال هاد الاير دروب، بانك شاركتي في هذا الكويز اي هذا الاختبار هذا. ومن بعد اون فوا غادي يتم الاعلان على الرابحين غادي تافيشا في الجيت ايو تويتر، اولا غادي يصيفطوا لك ايميل، والريورد اي 10 دولار غادي تصيفط لك جيت ايو يو اي دي، ومن بعد غادي تلقاها في ماي بيلز في الواليت. كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.